تعتبر الكلية التقنية بالدمام أحد صروح التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية منذ إنشائها في عام 1408 للهجرة لتنمية القدرات البشرية، حيث بلغ عدد المتدربين في سنتها الأولى 153 متدربا، حتى وصل العدد في عام 1443 للهجرة إلى أكثر من 8400 متدرب في برنامج الدبلوم والبكالوريوس. وقد كانت طوال هذه الفترة التي امتدت إلى 35 عاما تغذي سوق العمل بالخريجين المؤهلين في مختلف المجالات والتخصصات التقنية والمهنية، حيث ضخت ما يزيد عن 16,000 خريج مؤهلين تأهيلاً علمياً وتقنياً في المجالات الفنية والصناعية المختلفة. وتحتوي الكلية التقنية بالدمام على 3 فروع بأقسام وتخصصات مختلفة. الفرع الرئيسي، ويحتوي على تخصص القوى الكهربائية، ويتم التدريب في هذا البرنامج على المهارات التخصصية في مجال القوى والتمديدات الكهربائية وتقنية توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى صيانة وحماية نظم القوى الكهربائية. تخصص الأجهزة والآلات الدقيقة، ويتم التدريب في هذا البرنامج على المهارات الأساسية في الحاسب والهندسة الكهربائية والمهارات الأساسية في الإلكترونيات المتعلقة بالعناصر الإلكترونية والدوائر الرقمية والدوائر الإلكترونية. تخصص تقنية الإنتاج، ويتم التدريب في هذا البرنامج على المهارات التخصصية في الرسم، الخراطة، التفريز، الجلخ، اللحام، التشكيل، التصنيع والتحكم. تخصص تبريد وتكييف الهواء، ويتم التدريب في هذا البرنامج على المهارات التخصصية في أساسيات تقنية التبريد والتكييف، بالإضافة إلى الأسس الكهربائية والإلكترونية وأساسيات التحكم في منظومات التبريد والتكييف والورش المتقدمة لكل من التبريد التجاري والصناعي. تخصص المحركات والمركبات، ويتم التدريب في هذا البرنامج على المهارات التخصصية في مجال المحركات والمركبات المتعلقة بتقنية الصيانة والإصلاح للمنظومات والمكونات الميكانيكية في السيارة بعد إجراء مجموعة من الاختبارات عليها. ويتطرق أيضاً هذا البرنامج إلى التدريب على كيفية وضع استراتيجية لتشخيص الأعطال الميكانيكية في السيارة.
تقنية الحاسب الآلي، ويتضمن القسم على 4 تخصصات: تقنية شبكات الحاسب، ويتم التدرب في هذا التخصص على أنظمة التشغيل، التوجيه والتحويل، وبناء الشبكات، وتهيئة أجهزة الشبكة المختلفة. البرمجيات، ويتم التدرب في هذا البرنامج على الخوارزميات والمنطق، وأساسيات البرمجة وبرمجة الإنترنت، وبرمجة قواعد البيانات، وهندسة البرمجيات، وبرمجة الأجهزة الذكية، وعدد من المقررات التخصصية المساندة. الدعم الفني، ويتم التدرب في هذا التخصص على تجميع وصيانة الحاسب الآلي وتجميعه، والمبادئ الأساسية في تصميم الدوائر الإلكترونية، ومبادئ دعم الشبكات، وطرق تأمينها، وأنظمة التشغيل. الوسائط المتعددة وتقنيات الويب، ويتم التدرب في هذا التخصص على المهارات الأساسية للمصممين، والتصميم المرئي، ومعالجة الصوت الرقمي، والفيديو الرقمي، والنشر الإلكتروني، والتصميم الرقمي، والتصميم التفاعلي. قسم التقنية الخاصة لفئة الصم والبكم، ويتم التدرب في هذا التخصص على الكتابة بواسطة لوحة المفاتيح العربية والإنجليزية، والتطبيقات المكتبية على الحاسب الآلي ونظام التشغيل، بالإضافة إلى المهارات التخصصية المتعلقة بتهيئة وتجهيز الحاسب الآلي وعمل الصيانة اللازمة له. فرع حي القادسية، ويحتوي على تخصص الإنتاج الكيميائي، ويتم التدرب في هذا البرنامج على أسس التقنية الكيميائية، انتقال الحرارة، وسريان الموائع، وعمليات الفصل الميكانيكية والفيزيائية، والقياس والتحكم، وتقنية التفاعلات، ومهارات التشغيل والسلامة الصناعية، وتحلية المياه، والكيمياء العامة، والتحليل الكيميائي. قسم التقنية المدنية، ويتضمن القسم على 3 تخصصات: مساحة، ويتم التدرب في هذا البرنامج على المهارات التخصصية في المساحة الأرضية، والرسم المساحي بالحاسب، ونظم الملاحة العالمية بالأقمار الصناعية، والمساحة التصويرية، ونظم المعلومات الجغرافية، ومعايرة الأجهزة المساحية والإنشائية. مدنية، يتم التدريب في هذا التخصص على ورش الشدات وحديد التسليح، والرسم الإنشائي بالحاسب، والاستاتيكا، وخواص واختبارات المواد، وتقنية البناء والمساحة، وتقنية أعمال الخرسانة، وخواص واختبارات التربة، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتقنيات الطرق الإنشائية والمعدنية. معمارية، يتم التدريب في هذا التخصص على الرسم المعماري
والرسم بالحاسب الآلي والمساحة وورش الشدات وحديد التسليح وخواص واختبار المواد وتطبيقات الحاسب والإظهار المعماري ورسومات تنفيذية بالحاسب وتقنيات البناء والمجسمات المعمارية. فرع حي النزهة ويحتوي على قسم التقنية الإدارية ويحتوي على تخصص المحاسبة. يتم التدريب في هذا التخصص على مسك الدفاتر المحاسبية في المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية وكذلك الوحدات الحكومية وغير الهادفة لتحقيق ربح واحتساب وجباية الزكاة والضرائب. تخصص التسويق. ويتم التدريب في هذا التخصص على المهارات الأساسية في مهنة مندوب مبيعات على مبادئ التسويق وقنوات التوزيع وترويج المنتجات وسلوك المستهلك وخدمة العملاء ومهارات البيع وبحوث التسويق والتسويق الإلكتروني ومهارات البيع. كما تحتوي الكلية على المكتبة العامة والنادي الثقافي والنادي الرياضي ونادي التوست ماستر ونادي مايكروسوفت ونادي الريبورد. وقد حصلت الكلية على العديد من الإنجازات كشهادة الاعتماد الأمريكي وأعلى نسبة لمؤشر توظيف الخريجين والاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب والعديد من الإنجازات الأخرى. ولا زالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمد أكف عطائها من خلال الكليات التقنية ومراكز التدريب لتبني جيلاً مسلحاً بالعلم والمعرفة ركائزها الجد والمثابرة والنجاح لتتضح معالم التطور والازدهار ويسود مجتمعنا شباب طموح لا يكل ولا يمل. وسوف يشهد التاريخ أننا في كلية التقنية بالدمام مصنع للرجال يكتب قصة تتوارثها الأجيال ونكون حتماً الفارق الأفضل في بناء المجتمع التقني والمهني.